بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 64 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلعها هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من حائل، وباعثها مستمع من هناك، يقول: أخوكم في الله علي عبد الحميد مقيم في حائل، سبق وأن عرضنا له بعض الأسئلة، وفي هذا اللقاء يسأل الشيخ صالح ويقول: لي أخ لا يصلي ووجهته كثيرا، إلا أنه يصوم شهر رمضان، ونصحته لعل الله أن يقبل منه صيامه ولكن دون فائدة، هل يقبل الصيام بدون صلاة؟ وكذلك زوجته وأولاده لا يصلون، فما هي نصيحتكم لي ولهم جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الصلاة هي عمود الإسلام والركن الثاني بعد الشهادتين، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الله تعالى يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، ويقول جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. دل على أن الذي لا يصلي ليس من إخواننا في الدين، على هذا يكون كافرا. قد قال الله تعالى عن أهل النار حينما يسألون عن سبب دخولهم النار، يقال لهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. الآيات فبدأوا بالسبب الأول وهو ترك الصلاة والعياذ بالله، والأدلة في هذا الموضوع كثيرة. فلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ولا يصح منه صيام ولا أي عبادة حتى يقيم الصلاة، لأن الصلاة هي عمود الإسلام، فالإسلام لا يقوم إلا على الصلاة، كما أن البيت لا يقوم إلا على العمود، وكذلك الإسلام لا يقوم إلا على الصلاة. فعليك أن تواصل النصيحة لأخيك، وأن تلح عليه وتغلظ عليه وتنكر عليه، وكذلك على أولاده وأسرته، وأنت مأجور في هذا، وهذا أخوك، حاول لعل الله أن ينقذه من النار بسببك. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: يوم العيد تذهب أمي إلى القبور وتوزع الكعك وغيره، وتقول إنه على روح فلان، فما هي نصيحتكم في ذلك، علما بأنهم ينذرون النذور إلى الشيخ فلان ويفعلون الأفاعيل هناك، فما هو توجيهكم يحفظكم الله؟ أولا، ذهاب النساء لزيارة القبور محرمة ومنكر، لأن النساء منهيات عن زيارة القبور. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، وفي رواية: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فلا يجوز للمرأة أن تزور القبور. وأيضا تخصيص يوم العيد لزيارة القبور هذا لا أصل له، فهو بدعة. زيارة القبور بالنسبة للرجال مشروعة في كل وقت، ولا تخصص بيوم معين إلا بدليل. تخصيصها بيوم العيد لا دليل عليه، فهي مشروعة للرجال في أي وقت، ولا يخصص يوم العيد. ثالثا، ما ذكرته وهو أعظم وأطم، هو النذر للقبور: توزيع الكعك تقربا إليها، أو توزيع الأطعمة تقربا إلى القبور. هذا شرك أكبر والعياذ بالله، يخرج من الملة. فإن النذر للقبور، النذر للأموات، صرف لنوع من العبادة لهم، لأن النذر عبادة، والعبادة لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. لا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة للمخلوق
سواء كان حيا أو ميتا. والنذر نوع من أنواع العبادة فلا يجوز صرفه للمخلوق، ومن نذر للقبر أو للميت فإنه قد أشرك الشرك الأكبر المخرج من الملة. فعلى هؤلاء أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ويعرفوا دينهم ويخلصوا لله في عقيدتهم. إنما زيارة القبور شرعت للرجال بشروط: أولا أن يكون ذلك بدون سفر لمن هو في البلد، أما أن يسافر لأجل زيارة قبر أو زيارة قبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره ولا قبور الأولياء، لا يجوز السفر لزيارة القبور، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وتشد الرحال لهذه المساجد الثلاثة لما لها من الفضل من أجل أن يصلي فيها ويتعبد فيها. أما السفر لأجل زيارة القبور فإنها محرمة لأنها وسيلة إلى الشرك والغلو في القبور. ثانيا أن يكون القصد من زيارة القبور الاعتبار والاتعاظ والدعاء للأموات والاستغفار لهم، هذا هو القصد. ليس القصد من زيارة القبور تبرك بها أو طلب الحوائج من أصحابها أو الاستغاثة بالأموات أو النذر للأموات باعتقاد أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله، هذا شرك أكبر كما سبق. ثالثا ألا أن يكون ذلك خاصا بالرجال، تكون زيارة القبور خاصة بالرجال دون النساء، أما النساء فإنها لا تزور القبور بحال من الأحوال. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. بعض الناس تهاون بهذا الأمر كثيرا حتى أصبح لديهم كالعادة المتبعة في كل مناسبة، هل من كلمة يحفظكم الله؟ يعني زيارة القبور، زيارة القبور والنذور والبكاء والعويل عندها، هذا من مظاهر الشرك، من مظاهر الجاهلية والعياذ بالله. وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الزيارة وغلظ فيها. النبي صلى الله عليه وسلم شرع زيارة القبور لما ذكرنا من أجل الاعتبار والاتعاظ بالأحوال بأحوال الموتى، ومن أجل الدعاء لهم والاستغفار لهم إذا كانوا مسلمين. أما زيارتها من أجل الاستغاثة بأصحابها والاستنجاد بالموتى فهذا شرك أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع القبور بمعنى أن ترفع أكثر من ما تحتاج إليه من دفنها وتعليمها حتى لا توطى، فرفعها وسيلة إلى الشرك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمر بتسوية القبور المرتفعة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. ونهى صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور لأن هذا يسبب الشرك بالله عز وجل، فإذا بني عليها ظن العوام أنه ما بني عليها إلا لأن أهلها لهم أسرار وأنهم ينفعون ويضرون ويقضون الحوائج، فالبناء على القبور هذا من وسائل الشرك، وهو من الإشراف الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وأمر بتسويته. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة على القبور، ونهى عن تجصيصها وزخرفتها، ونهى عن إسراجها وإضاءة المقبرة بالأنوار، لأن كل هذه الأمور وسيلة إلى الشرك. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد لأن هذا وسيلة إلى الشرك، وإذا كان يدعوها ويستنجد بها فهذا هو الشرك بعينه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل شيخ صالح ويقول: لي زوجة لا تلتزم بالحجاب ونصحتها كثيرا، لكنها تقول: كيف أتحجب ولم يتحجب جميع الأهل، هل علي إثم في ذلك؟ أنت أحسنت في هذا، وهذا هو الواجب عليك، وهي زوجتك وأنت قيم عليها، فعليك بإلزامها بالحجاب وإلزام من تقدر على إلزامه من بناتك ومن تحت يدك في البيت من أخواتك ومن لك ومن لك عليه سلطة، يجب عليك أن تلزمهم بالحجاب لأن هذا من مسؤوليتك عليهم، وأنت قيم عليهم ومسؤول، وهم رعية تحت يدك وأنت مسؤول عن رعيتك، عليك بإلزام زوجتك بالحجاب وإلزام كل من تقدر عليه، ومن لا تقدر على إلزامه فإنك تنصحه وتبين له وتعظه وتبين له الحكم الشرعي، وأنت مأجور في هذا. نعم. جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل ويقول: لي سنتان ونصف أعمل في مزرعة، هل علي زكاة في مالي في هذه الفترة؟ جزاكم الله خيرا. إذا تحصل لديك مال
من النقود وحال عليه الحول وهو يبلغ النصاب فأكثر تجب فيه الزكاة. إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من اليمن رسالة بعث بها مستمع من هناك يقول: أخوكم في الله محمد حسين محمد صلاح من صنعاء. الأخ محمد يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: سمعت بأن العطور في رمضان تفطر الصائم إذا شم رائحتها، فهل هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرا. العطور التي يتطاير منها شيء إلى الأنف كمسحوق المسك والبخور الذي يدخن في المباخر، هذا إذا قصدت شمه فإنه يخل بصيامك، لأن له أجزاء تدخل إلى أنفك وتتصاعد إلى دماغك وإلى جوفك، فإذا قصدت شم هذه الأشياء التي لها جزئيات تدخل في أنفك فإن ذلك يؤثر على صيامك، عليك أن تتجنبها. أما العطور التي ليس لها أجزاء تتصاعد إلى الأنف وإنما هي مجرد رائحة، العطور السائلة وما أشبهها، فهذه لا تؤثر على الصيام ولا يمنع الصائم من استعمالها. نعم. جزاكم الله خيرا. في منطقتنا لازلنا نركب الحمير أجلكم الله، هل يؤثر ذلك على طهارة ملابسنا وإجسادنا؟ ويجوز لنا أن نصلي ولو كنا لم نجدد الوضوء؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس بذلك، وركوب الحمير لا ينجس الثياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار، الصحابة كانوا يركبون الحمر، ولا يزال المسلمون يركبون الحمر، ولا ذكر أنهم كانوا يغسلون ثيابهم من جراء ذلك. فهذا مما لا شك فيه عند المسلمين، أن ركوب الحمر والحمل عليها ولمسها كل ذلك لا ينجس الثياب ولا ينجس الأيدي. نعم. جزاكم الله خيرا. في منطقتنا يصلي الإمام ومعظم الناس صلاة العصر بعد صلاة الجمعة مباشرة، فما هو توجيهكم؟ هذا لا يجوز، الله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صلاة الجمعة لها وقت، وهو من زوال الشمس، يبدأ من زوال الشمس، وصلاة العصر لها وقت يبدأ من مصير فيء الشيء مثله، إذا تساوى الشاخص مع ظله دخل وقت العصر، ولا يجوز تقديم العصر قبل وقتها، صلاتها مع صلاة الجمعة ولا تصح، لأنه لم يدخل وقتها، وإذا صليت قبل وقتها لم تصح. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صل الصلاة لوقتها. قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواقيت وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يكن يجمع بين الصلاتين إلا في حالة العذر، كحالة السفر الذي تقصر فيه الصلاة، كحالة المرض الذي يحتاج المريض فيه إلى الجمع، وكحالة المطر الذي يبل الثياب ويتأذى الناس بسببه إذا خرجوا إلى المساجد، فلا بأس أن يجمعوا بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء. أما الجمعة فلا يجمع لها العصر بحال، لا في السفر ولا في الحضر ولا في المطر، العصر لا يجمع مع الجمعة بحال من الأحوال، ومن جمع فإن صلاة العصر في حقه تكون باطلة. أريد أن أؤدي العمرة عن أبي المتوفى، كيف السبيل إلى ذلك وكيف يكون إحرامي ونيتي؟ جزاكم الله خيرا. إذا كنت قد حججت عن نفسك أو اعتمرت عن نفسك فلا بأس أن تعتمر عن والدك أو أن تحج عنه، وهذا من البر به، والعمرة عن والدك مثل العمرة لنفسك، تفعل فيها كما فعلت في العمرة لنفسك، كذلك الحج تفعل فيه كما فعلت عن نفسك، بأن تحرم من الميقات أو من المكان الذي تنوي منه النسك، ثم تؤدي المناسك، مناسك العمرة أو مناسك الحج، كما أديتها عن نفسك في الأول، إلا أن النية عند الإحرام وعند أداء المناسك تكون عن والدك، النية تكون عن والدك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: كثيرا ما أرى بعض الشباب وبعض الشابات في صورة لا يقرها الإسلام، كيف أتوجه لهم بالنصيحة؟ جزاكم الله خيرا. بين لهم أن هذه الحالة التي هم عليها محرمة، وأن
المرأة مأمورة بالستر ومأمورة بالتحفظ عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، وكذلك الرجل مأمور بالابتعاد عن الفتنة والاحتفاظ بنفسه عن الوقوع فيما يجر إلى الفتنة، مأمور بغض البصر، مأمور بعدم الاختلاط بالنساء، مأمور بعدم الخلوة مع المرأة التي لا تحل له، منهي عن مكالمة المرأة على سبيل الممازحة أو الكلام الذي يجر إلى شهوة، وإنما يباح له أن يكلمها بحسب الحاجة وبطريقة مألوفة ليس فيها فتنة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هو السبيل إلى جعل القبر الذي يدخل إليه العبد روضة من رياض الجنة؟ السبيل هو العمل الصالح، المحافظة على فرائض الله واجتناب محارم الله والإكثار من الأعمال الصالحة، هذا هو سبب كون القبر روضة من رياض الجنة. نعم. جزاكم الله خيرا. أيضا ما هو السبيل حتى أكون على دراية في ديني وأتفقه في ديني جزاكم الله خيرا؟ السبيل هو التعلم، تعلم على أهل العلم وسؤال أهل العلم عما أشكل عليك، والقراءة في الكتب النافعة، تدبر لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، تدبر وقراءة الكتب النافعة والمطالعة فيها، والدراسة على أهل العلم، حضور الدروس ومباشرة الدراسة على أهل العلم، وكذلك سؤال أهل العلم عما أشكل عليك، وبهذا تحصل على الفقه في الدين. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نعم. جزاكم الله خيرا. بعد هذا ننتقل إلى محافظة النماص عبر رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين بادال، يقول: أفيدكم بأنني محافظ على أداء الصلاة في أوقاتها ولله الحمد، ومنزلي يبعد عن مسجد القرية ما يقرب من 400 متر تقريبا، والطريق الموصلة إلى هذا المسجد طريق قدم ووعرة جدا حيث تكثر فيها الحجارة وفيها منحدر صعب وتنقصها الإضاءة وأقطع الوادي لأصل إلى المسجد، فقمت ببناء مسجد في داخل حوش بيتي وأجمع أسرتي لأداء الصلاة، فهل صلاتي مع أسرتي صحيحة علما بأنه لا يوجد بجوارنا جيران؟ والله يحفظكم. إذا كنت على الحالة والوصف الذي ذكرت من صعوبة الوصول إلى المسجد، وقد بنيت مسجدا تصلي فيه أنت وأولادك وأسرتك، فلا بأس بذلك لوجود العذر، وإذا ذهبت إلى المسجد وتحملت المشقة فهو أفضل لك، أما الجواز مع وجود هذا العذر فإن عملك جائز إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المدينة المنورة رسالة بعث بها مستمع يقول: مصطفى جودة محمد مصطفى، يقول: أود أن أعرف من فضيلتكم عن القضية التالية: شخص يدفع زكاة المال عن سنة، وكان هذا المبلغ مثلاً 10,000 ريال، وأخرج زكاته الشرعية، فهل في العام المقبل يخرج عنه زكاة مرة أخرى، أم إذا زاد المبلغ مثلاً 2,000 ريال وأصبح 12,000 ريال يدفع زكاة 2,000 فقط؟ جزاكم الله خيراً. يزكيه كل سنة، وإذا زاد تزيد الزكاة بحسب، يعني يخرج ربع العشر من المبلغ الموجود كل سنة، يخرج ربع العشر 2.5% من المبلغ الموجود كل سنة، سواء كان قليلا يبلغ النصاب أو كان كثيرا ربع العشر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: لقد قمت بأداء فريضة الحج في عام 9 أنا وزوجتي وابنتي التي كانت تبلغ من العمر آنذاك السنة الأولى، وقد ذهبنا مع بعض الإخوة من المدينة المنورة حيث إقامتنا هناك، وأثناء هذه الرحلة كانت توجد بعض السلوكيات من الإخوة في تلك الرحلة التي لا تليق،
في مثل هذه الظروف كالشجار وبعض الأمور غير المستحبة في مثل هذه الفريضة. وقد تعرضت أنا كذلك بمشادة كلامية مع أحد الإخوة، وذلك في اليوم 12 من ذي الحجة، حيث أننا كنا على موعد سفر في صباح اليوم التالي، وأنا جدا نادم على هذا العمل، حيث قال الله تبارك وتعالى: ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وجهوني حينئذ هل يجب علي من شيء جزاكم الله خيرا؟ الواجب عليك التوبة إلى الله والاستغفار، لأن المحرم بالحج يتجنب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وإن كان واجبا عليه ذلك في كل أحواله، ولكن في حالة الإحرام يتأكد في حقه تجنب ما نهى الله عنه، ولهذا قال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما حصل منكم من ما ذكرت من الأحوال غير اللائقة عليكم بالاستغفار والتوبة، والله يغفر لمن تاب. نعم، جزاكم الله خيرا. أيضا يقول: في صباح نفس اليوم يا فضيلة الشيخ قمت بعمل طواف الإفاضة من طواف وسعي، وذهبت بعدها لرمي جمرة العقبة الكبرى لي ولزوجتي، حيث تركتها في مكة ورميت عنها، وذلك لشدة الحرارة والازدحام الشديد، ورجعت مكة بعد الظهر تقريبا، وكنت متعبا من شدة الحرارة، وكنت أريد أن أؤدي طواف الوداع أنا وزوجتي، ولكني لم أستطع إلا بعد صلاة العصر. وبعد صلاة العصر حملت ابنتي وأخذت زوجتي لكي نطوف طواف الوداع، وعند طواف الشوط الثالث وقعت زوجتي على الأرض، ومن شدة الازدحام كاد الحجيج أن يدوس علينا بالأقدام لولا أن كتب الله لنا العمر، وانتشلنا بعض الحجيج من هذا الموقف إلى خارج الصحن، ولم نؤدي بقية الأشواط الأربعة. أريد من فضيلتكم ماذا يجب علي الآن؟ هل أعيد تلك الحجة أم توصوني بشيء آخر؟ جزاكم الله خيرا. الواجب عليكم فدية بدل طواف الوداع، لأنكم لم تكملوه وسافرتم على ظاهر سؤالك وأنتم لم تكملوه. حجكم صحيح إن شاء الله، ولكنه ينقصه طواف الوداع، وهذا يجبره الفدية بأن تذبح فدية عنك وفدية عنها في مكة وتوزعهما على فقراء الحرم. وإذا كنتما لا تستطيعان الفدية من ناحية المالية، فليصم كل واحد منكم بدلها 10 أيام. عليك أن تصوم 10 أيام، وهي كذلك تصوم 10 أيام بدل الفدية التي وجبت بترك طواف الوداع. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.